ايوه خريستو، بقول لك ايه، انا مش هقدر اجي النهارده، اصل في حاجه مهمه قوي هنا. ايوه يا سيدي، انا عرفت ان الدكتوره ألفت العصفوري تبقى مرات اخو مرات احمد نصار. ايوه طبعا متاكده. اوه دي اخبار مهمه قوي يا ستيلا. اه طبعا طبعا هبلغ مستشار خالد وشريف. بس انت ليه هتباتي هناك؟ اه اللي تشوفيه. اسمعي لو احتجتي لاي حاجه مخالي عندك. ياس مع السلامه. أست عزمي. ايوه يا ست هانم. تحب تكسب 50 جنيه؟ حد يرصد النعمه يا ست هانم؟ ايدي على كتفك. طب قول لي، تعرف بيت احمد نصار؟ أني بيت فيهم؟ هلا، هو له كام بيت؟ عنده بيتين، بيت والدته اللي كنا فيه الصبح في حي العرب، وبيت مراته في لافرانك. اه طيب، تعرف عنوان بيت مراته اللي في لافرانجي؟ ايوه بس بس يعني... ايه دول 50 جنيه؟ 50 جنيه؟ طب اتفضلي. يلا مدام ستيلا. بتتكلم منين؟ من بورسعيد. هي اصلها يعني مش من سان كاترين. انا متشكر قوي يا بابا خريستو، حقيقي متشكر. ايه شريف دي كدبه بيضة. ستيلا سافرت بورسعيد علشان انا ما يهمنيش سافرت ليه، انا كل اللي يهمني ان انتوا كدبتوا عليا. وبصراحه بقى انتوا بتتدخلوا في حياتي اكتر من اللازم. احنا قصدنا خير يا شريف. خير ولا شر؟ تهيألي ان انت مش محتاج لي النهارده، مش كده؟ انا طول عمري محتاج لك يا شريف. المطعم جاهز للعشاء عن اذنك. استنى هنا يا شريف. ايه ده؟ مش معقوله كده ابدا. اوقف اتكلم معايا. ما عنديش كلام اقوله في الموضوع ده. استنى هنا. الدكتوره ألفت العصفوري متجوزه اخو مرات احمد نصار الجديده، تعرف انت المعلومه دي؟ ما يهمنيش اعرف، وقلت لك مش عاوز اعرف. الدكتورة ألفت العصفوري متجوزة من أخو مرات أحمد نصاري الجديدة، المعلومة دي كنت تعرفها؟ سعاد كانت عاقر نتيجة لعيب خلقي أدى للالتصاق في الأنابيب، حتى الجراحة ما كانتش تنفع معايا، وبالتالي تشخيص حالتها يدخل تحت بند العقم، يعني يستحيل تكون حملت وأنجبت. ده بيت احمد نصار مش كده؟ ايوه. عايز احمد في ايه؟ لا انا مش عايزه احمد، انا عاوزاكي انت. مش حضرتك مراته؟ ايوه انا مراته. عاوزاني في ايه؟ طيب ممكن ندخل في كلام؟ اتفضلي. شكرا. عفوا. حماده، هلا حماده. أوامرك يا ريس نصار. اسمع، على اخطف رجلك للمعلم احمد ابو اسماعيل الفكهاني، هات لي صندوقين كريز وصندوق تفاح امريكاني نمره واحد ودست الكاستل بسرعه. ولا اجيبهم من قدام على البيت يا ريس نصار؟ هاتهم هنا يا ولا، انا اللي هروح بهم بنفسي. يلا بلاش ركاعه. هوا يا معلمي. الشاب اللي حضرتك شفتيه في بانسيون مخالي ده يبقى شريف ابني. مفتش الضرايب؟ لا هو مش مفتش ضرايب، شريف صاحب مطعم في شرم الشيخ. الله، بس ابو العربي قال انه مفتش ضرايب، ايه اللي خلاه يقول لي كده؟
يعني يمكن خايف منك. وهيخاف مني ليه؟ انا مادام ما بدخلش في شغله خالص. لا ما هو مش شغل، اصل شريف يبقى جوز سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ سعاد سعاد طليقة احمد نصار. قطعت وقطعت سرات، انتوا عايزين مننا ايه؟ هدي نفسك ام العربي، خلاص خلاص اللي فات مات. لا يا اختي ما ماتش، سعاد دي كابوس بقى، انا ما بحبش افتكره. وانا كنت حاسه، والله العظيم كنت حاسه انها هتغيب تغيب وترجع تظهر تاني في حياتي وتنط. لا اطمني مدام ام العربي، سعاد مش هتسهر تاني. سعاد ماتت. ماتت؟ انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. ابو العربي يعرف؟ ايوه شريف بلغه بالخبر. شوف يا اختي الراجل ولا جاب لي سيره ولا اتكلم. اكيد ما كانش عايز يجرح مشاعرك ويقلب عليك المواجع. المهم انا جايه لك في كلمتين عايزه اقولهم قبل ما يرجع الاستاذ احمد نصار. هو انت يا مدام تعرفي ابو العربي؟ ايوه انا رحت له النهارده الصبح الوكاله وطردني. وطردك ليه؟ اصلي طلبت منه انه يعمل تنازل عن حضانة ابنه لينا. ابنه؟ وبتقوليها في وشي؟ ابنه مين يا الدلعادي؟ ايوه ابنه 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 من سعاد. اسم الله عليكي يا اختي، ويا سعاد كانت بتخلف؟ بتخلف بقى ولا ما بتخلفش، المهم ان هي عندها ولد، والولد ده هو بقى ابننا دلوقتي واسمه عمر. علشان كده انا جايه علشان اخد الاستاذ احمد نصار معايا شرم الشيخ يعمل لنا تنازل عن حضانة الولد لينا، وإلا الولد ده هو مستقبله في خطر، ممكن ياخدوه مننا ودوه ملجأ أو أي إصلاحية. يا أختي ودوه ملجأ ولا إصلاحية ولا يودوه في داهية، أحمد نصار ما خلفش من سعاد من أصله. أنا جاية أكلمك علشان أنت أم تعرفي يعني إيه معنى الضنا، وإذا كان أحمد نصار قفل بابه في وشي أنا عندي أمل إن بابك يفضل مفتوح. والله يا مدام ما عارفه اقول لك ايه، بس انا يا اختي ما اقدرش افتح موضوع زي ده الا لما استشير الاول. احنا مش عايزين منكم حاجه، مش طمعانين في حاجه، احنا ناس شرفة تقدروا تسالوا علينا في اسكندريه في شرم الشيخ في اي مكان، هيقولوا لكم مين السله ومين بابا خريستو. احنا ناس كويسين ومش محتاجين حاجه خالص. الولد ممكن يروح مننا، علشان كده خلصوا الموضوع ده هوت، وبعد كده اتصرفوا زي ما انتوا عايزين، ان شاء الله حتى تنكروا النسب ده هوت. انا بس محتاجه شويه وقت علشان اقدر اطلع الاوراق لعمر، وهاخده وهسافر بيه على طول على اثينا، لان الناس دول عايزين دلوقتي ياخدوه، وده ما يرضيش حد، ما يرضيش ربنا، ما يرضيش حد ابدا. انا برضو يا اختي مش هتورط معاكي في كلام الا لما يرجع المخفي من بره واعرف اصل الحكايه ايه. انا افضل الحل يجي منك، هو مش عايز يتفاهم معايا خالص. على كل حال انا موجوده في بانسيون مخالي، وهسافر بكره شرم الشيخ. ارجعي يا مدام على البانسيون، وبكره الصبح لينا كلام تاني ان شاء الله.